حلقتنا الحوارية اليوم ستأخذنا أو سيأخذنا فيها المناضل الرفيق عبد الحميد مراد والمناضلة الرفيقة منى عباس في رحلة تاريخية تتناول دور المرأة النضالي في مسيرة الاتحاد الوطني لطلبات البحرين. سيبدأ الرفيق عبد الحميد مراد جانب التاريخي لننتهي بالدكتورة منى. تفضل. والحقيقة يعني الموضوع يعني قضية الدور النضالي للمرأة في مسيرة الاتحاد الوطني لطلبة البحرين يعني صار مركز في قصة الاتحاد، مع أنه كان بالإمكان الواحد يعني يتوسع أنه يتحدث عن مسيرة المرأة البحرينية في مسيرة النضال الوطني، لكن ما دام الإخوان ربطها ركزوا على أو حبذوا يعني يربطون الموضوع أو يحللونه في إطار الجانب الطلابي النقابي، فقد وإحنا نتحكى أو نتحدث أو نسرد بعض الأمور نحس أنفسنا نحن يعني ناقصين في بعض المسائل، خاصة فيما يتعلق بالأدوار اللي لعبتها المرأة اللي لم يصدق عليها، والموضوع ليس فقط على الأقل بالنسبة لنا إحنا، بالنسبة لتيارنا إحنا تيارنا السياسي والوطني والنضالي، إحنا كنا نعمل على مستوى أو على في عموم منطقة الخليج. ف كمحطة نضالية. طيب، بداية يجب الإقرار أو الاتفاق على أن الحقيقة الأساسية عند تناول الحديث عن نضالات المرأة البحرينية طلابيا ونقابيا تقوم على العلاقة العضوية بين الحركة الطلابية والحركة الوطنية في عموم أقطار الخليج العربي. لا يمكن أن نفصل بين الحركة الوطنية والحركة الطلابية، هذا من جانب التاريخي. الحركة الطلابية كانت في كافة المراحل ومحطات النضال جزءا فاعلا وحيويا في نضالات الحركة الوطنية في البحرين في فترة حقيقة زمنية طويلة. كان هناك تداخل وترابط نضالي بين التنظيمات السياسية والحزبية على امتداد ساحة عمان والخليج العربي، وهو الأمر الذي انعكس على وحدة نضال الطلبة في عموم المنطقة. الشباب اللي كانوا موجودين في مرحلتنا يتذكرون على الأقل فيما يتعلق شباب وطلابنا في الكويت كيف كنا احنا مترابطين نضاليا مع طلاب اخرين، يعني طلاب قطريين، طلاب كويتيين، طلاب عمانيين الى اخر، وهو الامر اللي قلنا ينعكس على وحده نضال الطلبه في عموم المنطقه، حيث استمر ذلك حتى الاستقلالات التنظيميه لفروع الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي في العام 1974. من ضحك على هالمرحلة كان موجود يتذكرها زين. كان الدور النضالي الذي ساهمت به المرأة أو الطالبة، يعني احنا نتحدث هنا عن الاتحاد الوطني فبنستخدم مصطلح طالبة، الدور النضالي الذي ساهمت به المرأة الطالبة البحرينية في مسيرة الاتحاد الوطني لطلبة البحرين انعكاس في زمانه وظروفه وعطاءاته للمواقف والرؤى التي عبرت عنها في المراحل السابقة السياسية التنظيمات السياسية والحزبية العاملة على الساحة البحرينية، حيث أبرزها حركة القوميين العرب وجبهة التحرير الوطني في البحرين وحزب البعث العربي الاشتراكي
وجبهة تحرير شرق الجزيرة قبل اندماجها بالجبهة الشعبية تحرير عمان والخليج العربي التي كانت هي وريثة حركة القوميين العرب، والتي بدورها شهدت استقلالات تنظيمية معبرة عن كل ساحة نضالية منفردة، ومن ضمنها ساحة البحرين التي تصدت للعمل فيها الجبهة الشعبية في البحرين ابتداء من العام 1974. اللي لحقوا على الفترة هذه انضموا للجبهة الشعبية في البحرين 74 ذكرون انه ما كان في حديث، يعني في ناس ارتبطوا بالجبهة لما كانت الجبهة الشعبية تحرير عمان، وقبلها كانت الجبهة الشعبية تحرير الخليج العربي المحتل. بس الصغار مالهم 74 75 لحقوا على الجبهة الشعبية في البحرين في اللحظة اللي صار في استقلال تنظيمي لفرع البحرين. منذ خمسينيات القرن المنصرم شهدت الحركة الطلابية في الخارج تزايد أعداد النساء أو الطالبات، حيث كان لهن نصيب بارز في العمل الطلابي النقابي، سواء على صعيد روابط الطلبة أو على صعيد فروع الاتحاد الوطني لطلبة البحرين بعد تأسيسه في 25 فبراير 1972. تؤكد المصادر أن المرأة لعبت دورا هاما في أنشطة الحركة الطلابية، وكان لها في كافة المراحل دورها المتميز في تشكيلات مجالس إدارة الروابط، على الأقل أنا بالنسبة للمرحلة اللي أنا لحقت عليها في بيروت، ثم الفروع، وبالتالي قيادة الاتحاد. وشمل هذا الدور أنشطة وأدوار الحركة الطلابية أثناء العطلات الصيفية ابتداء من العام 67، حيث تم تدشين برنامج اللجنة العليا للعمل الطلابي الصيفي لروابط الطلبة في الخارج، ومن بعدها فروع الاتحاد التي غطت معظم الساحة العربية وبريطانيا والهند والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. في العام 1971، ومن خلال عمل اللجنة التحضيرية التي تشكلت بعد فشل محاولة قيام الاتحاد في العام 1970، كانت الطالبة صالحة عيسان ممثلة لرابطة طلبة بيروت في اللجنة المذكورة، والإخوان طبعاً في دمشق يذكرون المعلومة هذه، كانت صالحة هي ممثلة لرابطة طلبة البحرين طلبة بيروت في اللجنة المذكورة، حيث كانت تعقد اجتماعاتها الدورية في دمشق، علماً بأن اللجنة كانت تضم أيضاً ممثلين عن رابطتي بغداد ودمشق. في المؤتمر التأسيسي للاتحاد في فبراير 72 ضمت بعض الوفود الروابط عدداً من الطالبات. ساهمنا في مناقشات جلسات المؤتمر على مدى 10 أيام، هذه يعني يقدر يأكدها الدكتور خليل رئيس المؤتمر، رئيس مكتب المؤتمر موجود شاهد. مناقشات جلسات المؤتمر على مدى 10 أيام، وما خرج من وثائق وقرارات. بعض الناس يعتقدون أنه اللي حضروا من البنات كانوا تكملة عدد، هذا غير صحيح. شاركوا في اللجان المنبثقة عن المؤتمر، اللجان اللي طبعا شكلت لإعداد الوثائق، وساهموا في مناقشات جادة أثناء الجلسات خلال 10 أيام، وكان دورهم حقيقة بارز. وفد رابطة طلبة بيروت ضم صالح عيسان، شبيك النجار، وبثينة فخر بالنسبة للعنصر النسائي. ووفد القاهرة حقيقة ضم شكور الغماري ومريم أمين، هذا الكلام سنة 72. ورغم الظروف الغير مهاتية في الكويت، ساهمت الرابطة هناك بالطالبة بدرية الجودر، يعني وفد طلاب الكويت، رابطة طلبة الكويت حضر إلى المؤتمر، وكان في بنت كان اسمها بدرية الجودر.
إما ما كان يطلق عليها الوفود الطلابية الشعبية التي رافقت الوفود الرسمية، فقد ضمت أيضاً العديد من الطالبات من أغلب الساحات العربية، واستمر ذلك بعد تأسيس الاتحاد ومن خلال مؤتمراته الستة، ستة مؤتمرات عقد الاتحاد قبل أن يتوقف في منتصف ثمانينيات القرن المنصرم. إذا كانت صالحة عيسان ممثلة لطلبة بيروت في اللجنة التحضيرية وبالتالي عضوة في وفد الرابطة في المؤتمر التأسيسي، فقد كانت وغيرها كثيرات ساهمنا في تعزيز دور المرأة في المسيرة الطلابية. ونذكر هنا دور كل من سبيتش النجار وزي مطر، على الأقل بالنسبة للمرحلة اللي أنا عشتها وعرفتها، وبثينة فخرو وأسماء السيد وهوزي الصالح، بينما كان دور الراحلة المناضلة ليلى فخرو مميزاً على الصعيدين الطلابي والنضالي في بيروت قبل التحاقها بصفوف الجبهات الشعبية لتأدية مهمات نضالية في المناطق المحررة من ظفار. وقف. لا في صوت فيه. نذكر هنا أن الطالبة ليلى أحمد، كانت في طالبة اسمها ليلى أحمد في نفس بعثتي أنا في بيروت 68، هذه الفتاة هذه الطالبة قد تم انتخابها رئيسة لرابطة طلبة البحرين في بيروت في العام 1970. يعني أنا ما أذكر إذا في روابط أخرى في المنطقة العربية كانت رئيسها طالبات، لكن في بيروت سنة 1970 ليلى أحمد زميلتنا هي اللي كانت رئيسة الرابطة، ما يؤكد أنه في تلك الفترة المبكرة كانت هناك قناعة أكيدة بأن الطالبة البحرينية تستطيع القيام بمهام قيادية، وهو أمر يعكس رؤية متقدمة لقيادات الحركة الوطنية السرية العاملة في الساحة السياسية آنذاك. بعد انتقالي أنا شخصياً إلى الكويت من بيروت، استطعنا من خلال استعدادات الطالبات ومثابرتهن وقدرتهن على التكيف مع الظروف الصعبة في الكويت، استطعنا أن نبرز دور الحركة السياسية والطلابية في إطلاق طاقات نسائية كماً ونوعاً. استطاعت في مختلف سنوات العمل الطلابي في السبعينيات والثمانينيات أن تتقلد مناصب قيادية في فرع الاتحاد وتقدم تضحيات كبيرة وتسد فراغاً مؤثراً تركه الكادر الطلابي الرجالي، هذه ذكرها محمود حافظ، الذي تعرض للاعتقال والترحيل من الكويت، وهي طبعا القسم اللي تتناول زميل دكتور منى. ذلك ما حدث بشكل واضح في العام 1976، حيث كان العام الأخير لارتباطي بالحركة الطلابية، حيث تخرجت وغادرت إلى ساحة خليجية للعمل. هنا نترك المجال لمن أكمل مسيرة النضال بعد العام المذكور ليدلي بشهادته عند اشتداد الصراع والمواجهة، عندما تعرض الاتحاد وفروعه لحالة قمع واستئصال، بغية تحجيم وضرب الحركة الطلابية التي كانت ولزمن طويل ذراعا ضاربا للحركة الوطنية في البحرين. بقي أن نشير في ختام هذه المداخلة أن المرحلة النضالية التي تم الإشارة إليها كانت تقوم على رؤية واضحة ومتقدمة من حيث ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية بين فئات الطلبة والطالبات. انعكس ذلك على ترابط الطلبة وعملهم تحت مظلة الفكر الوطني الجامع الرافض للتقسيمات الطائفية والقبلية والجهوية والمناطقية، وكانت المرحلة حقيقة مثالا ناصعا على قدرة أبناء شعب البحرين على التوحد والتعاون
ضمن برنامج نضالي مشترك من أجل تحقيق أهداف وتطلعات موحدة ومشتركة، وهو أمر في غاية الأهمية، علينا أن نستذكره ونحاول أن نعمل به ومن خلال تجاربه في المرحلة الراهنة من تاريخ شعبنا في البحرين. شكرا لكم وشكرا لمن قام بالإعداد لهذه الحلقة الحوارية الهامة. شكرا نشكر رفيق عبد الحميد على هاي يعني إطلالة سريعة، أنا أعتبرها سريعة، وأنا متأكدة أنه كان يقدر يفصل بشكل أكثر، ولكن مثل ما قال أنه فصل الجانب الوطني عن الجانب الطلابي قد يؤثر بشكل كبير. الآن ننتقل للدكتورة منى، واللي أعتقد أنها راح تفصل بشكل أكثر وتستحق المرأة فعلا، يعني نعطيها وقت أكثر. تفضل. مساء الخير جميعا. بداية طبعا أود أن أتقدم بالشكر إلى مكتب قضايا المرأة في جمعية وعد على دعوتنا إلى هذه المحاضرة القيمة، وللإطلالة على موضوع الدور النضالي للمرأة البحرينية في الاتحاد الوطني للطلبة البحرينية. على مدى سنوات دائما كنت أحضر الجلسات اللي يتم الحديث فيها عن الاتحاد، وأطلع من الجلسة نقاط جدا مما سبب غضبي. زين بوجه الشوشيش سجل لي الصوت. أوكي. سبب غضبي كنت لين أطلع من القاعة هو إنه لا يذكر دور المرأة والطالبات إلا لماما وبعموميات، وترسخت عندي قناعة التاريخ يكتبون أصحابه، يكتبون بما يشاءون وبأي طريقة يشاءون، وهم حرين طبعا، وبالتالي صار لزاما علينا نحن من شاركنا في هذه التجربة، نحن وغيرنا، وبما قدمت المرأة من تضحيات وبما مارسته من نشاط، صار واجبا علينا أن نسجل شهادتنا ونكتبها ونرددها للتاريخ ولضمان حق المرأة في البحرين بشكل عام. فلذلك اسمحوا لي، في ورقتي قد تجدون بعض التفاصيل، قد تجدون تداخل بين الخاص والعام. بالظل مسألة التداخل بين الخاص والعام، مسألة أنا أجدها بالنسبة لي شخصيا شكلية، العبرة هو في المسج وفي النتيجة النهائية اللي نريد إحنا نوصل إليها. من أين نبدأ وما نريد الوصول إليه؟ نبدأ طبعا من تجربة الطالبات في مسيرة الحركة الطلابية عامة، ومن تجربتهن في زخم نشاط الحركة الطلابية الذي أصفه بالزمن الذهبي، المرحلة اللي تحدث عنها أو أشار إليها رفيقي حميد. هي فعلا أنا بالنسبة إلي هي مرحلة الزمن الذهبي كانت في الحركة الطلابية، حتى تنامي وتيرة القمع وشل الحركة الطلابية. ما نريد الوصول إليه نتيجة مفادها أن الطالبات المناضلات كنا عنصرا أساسيا في مسيرة الحركة الطلابية، فقد قدمنا التضحيات بمستوى يليق بنشاطهن وبحجم لا يقل عما قدمه زملائهن ورفاقهن الطلاب. لقد واجهنا تحديات ودفعنا أثمان باهظة، وعانت بعضهن من ويلات القمع والتهميش بشكل مضاعف بسبب آلة القمع واستغلالها لمنظومة الأعراف والعادات والتقاليد، خصوصا في تأليب الأهالي للضغط على بناتهم كي يحدوا ويمنعوا نشاطهن في الاتحاد الوطني لطلبة البحرين. وعليه لا يمكن مناقشة حقيقة الواقع النضالي للطالبات ونشاطهن النقابي بمعزل عن الحراك السياسي وبالتداخل بين الخاص والعام. حين نكتب تاريخنا بيدنا نمتاز بأننا نكتب عن موضوع لا يعرف تفاصيله أحد مثلنا، وهذه ميزة كبرى، خاصة إذا ما حرصنا على ألا تغمرنا التفاصيل فتخطئ الأبعاد
ولا نرى الغابة في نظرة شاملة مترامية، لأننا نشتغل برؤية الشجرة القريبة منا. ذلك ما يقوله سلام موسى. لهذا ستركز قراءتي في هذا المساء على 4 محاور رئيسية. أولها بدايات التعرف على الاتحاد الوطني لطلبة البحرين، النشاط النقابي للطالبات بالخارج، المواجهات وقوائم المنع من السفر، قيادة الطالبات للنشاط النقابي. قبل أن نلج إلى المرحلة القادمة، اسمحوا لي يعني إن كنت ذكرت تحدثت عن نفسي، سمحت أن أتحدث عن تجربتي من البداية وفي أجزاء فيما بعد، فهي تعكس نماذج متعددة وبعضها وجوه موجودة هنا، فليس لبروز الذات بقدر ما نريد أن نسجل شهادات في التاريخ. كتبت مرة أنني تأثرت كثيرا بالمكتبة الصغيرة التي كانت تضم روايات كالأم وزويا والشورى والبؤساء إلى آخره، في مكتبة المرحوم خالي الذي اعتقل وهو طالب ثانوي في انتفاضة 65. عبثت بمكتبته في فترة الاعتقال التي أثرت على اتجاهات المعرفية، فقرأت بنهم كل ما وقع تحت يدي وما سرقته من المكتبة فيما بعد، فكانت زادي الذي ساهم في تشكل بداية تمردي وانطلاق حلمي للدراسة في الخارج، خصوصا بعد مغادرة خالي للدراسة أيضا في الخارج. تعرفت على نشاط الاتحاد من خلال الصحافة المحلية سنة 72، إعلانات عن أنشطة المدارس الصيفية وتسجيل لطلبة الجامعة في الخارج والحفلات السنوية التي يعرضها تلفزيون الكويت للاتحاد، وحكايات ممتعة يتداولها أهل الفريج عن الطالبات اللاتي يدرسن في الخارج، حيث مثلن نموذجا لي ولغيري، ففي فريق المخارقة والحمام وأيضا في المحرق وفي كل مكان، بس هذه البيئة اللي أنا كنت أعيش فيها. عدد كبير ممن كنا يدرسن بالكويت والعراق والقاهرة وسوريا إلى آخره. انضممت وأختي الصغيرة وجارتي ورفيقة دربي نادية المسقطي، سوري نادية يعني كان لازم أذكر اسمي، وصديقات أخريات كابتهاج العريض للمدرسة الصيفية بمدرسة عائشة أم المؤمنين في سن مبكرة، وهي مرحلة انتقالي من الصف الإعدادي للثانوي 73. أهلي كما الآخرين لا يعلمون شيئا عن طبيعة النشاط الصيفي الذي يقيمه الاتحاد ولا عن الأجواء الاختلاط بين الجنسين هناك، فتركزت حجتي للسماح لي بالخروج من البيت على مسألة أخذ دروس التقوية التي كنا بالفعل ندرسها من رياضيات، إنجليزي، كيمياء، فيزياء. كنت مبهورة بشكل غير متخيل بما شاهدته في المدرسة الصيفية، عالم الاختلاط الذي حرمنا منه في المدرسة، وعلاقات إنسانية راقية، وحاجة عميقة للتحرر من أجواء التسلط الأسري وقيوده والانطلاق بلا حدود في الفضاء العام، وأجواء ثقافية مغرية وأنشطة محفزة. في المدرسة الصيفية تعلمنا أن ما نقرأه يمكن أن يتمازج مع قراءة الآخرين، يعني أنت مش تقرأ بروحك في الحجرة ومسكر عليه، في هناك من تتبادل معهم. تعرفنا عبر الدروس الثقافية على مراحل تأسيس الاتحاد وتطور المجتمعات الإنسانية والتبادل المعرفي. كان المجال رحبا لطرح الأسئلة، مفاتيح العقل والمعرفة، فتعلمنا كيفية إدارة الحوار وأصول المناقشة الحرة وطلب حق الكلام والإنصات حين يتم الحديث إلى آخره. تربية، تعرفنا على ثقافة حقوق المرأة وتحررها من خلال المتداول من أفكار ماركسية واشتراكية رائجة آنذاك، وبأن تحرر المرأة الاقتصادي هو المدخل لتحررها من القيود والاضطهاد والاستغلال. تعرفنا على هيكلية البنية النقابية وتشكل الروابط وتأسيس الاتحاد واللجنة التنفيذية وأعضاء الهيئة الإدارية للفروع من لجان طلابية، لجنة شؤون طلبة، اجتماعية، واللجنة الثقافية، وطبيعة أنشطة الطالبات والطلبة فيها. كما تعرفنا أيضا على واقع الحركة السياسية وصراعاتها، حين شعروا بحماسنا كشابات يافعات مندفعات للنشاط الطلابي، تم إشراكنا في اللجان الطلابية الصيفية، وعليه فالنماذج موجودة، شابات يدرسن في الخارج، وحالة وطنية محفزة في البيئة المحلية، وأحلام لا حدود لها. النشاط، هذا المحور الثاني، النشاط النقابي للطالبات بالخارج. طبعاً الصور اللي تشوفونها هذه الدفعة اللي أنا موجودة فيها، بعض من هم موجودين، نادية، المحامية زينات وغيرها، يعني بعد أحيان ما أقدر أركز على الصور.
هذا كان طبعا أول لقاء لنا، لقاء الهيئة الإدارية، لقاء مع الطلبة المستجدين يوم التهيئة اللي كان يعمل الاتحاد. هذه دفعتنا من الطلبة. النشاط النقابي للطالبات بالخارج، كان نصيب الدراسة بالخارج في جامعة الكويت سبتمبر 75-76. تقدمت حال وصولي للجامعة بطلب عضوية للاتحاد، وشاركت في عضوية لجنة شؤون الطلبة، ومثلي فعلت العديد من الطالبات. كان عدد الطالبات البحرينيات بجامعة الكويت والمعاهد المتنوعة كبيراً، ويتجاوز بشكل ملحوظ عدد الطلاب، وكان لهذا كما سنرى تأثيراً كبيراً في طبيعة نشاطهن وتحملهن لمسؤولية إدارة العمل النقابي في الفرع. هذه حفلة تعارف طبعاً في نفس السنة في كلية التجارة. تأثر النشاط الطلابي كما غيره في بقية الفروع بالوضع السياسي وبالبيئة الفكرية السائدة آنذاك، ففي الكويت تميز الوضع السياسي نوعاً ما بالاستقرار وشيوع حرية نسبية للصحافة، كما ضمت الجامعة نخبة من المفكرين الذين يدرسون شتى العلوم. تخيلوا أن أول محاضرة أدخلها فيها طالب فلسفة اللي هو أستاذ محمود حافظ، ويدرسنا دكتور فؤاد زكريا أول مادة أدرسها، ودكتور محمد الرميحي، وأصول البنوك على يد وزير مالية سابق في الحكومة المصرية، وهكذا. هذول اللي كانوا يدرسون في جامعة الكويت هاي النوعيات، كان لهم تأثيراً كبيراً في تعزيز دافعية الطلبة والطالبات نحو الاطلاع وإشاعة بيئة متحررة الفكر غنية بالمعرفة، وقد شكل ذلك إضافة نوعية للنشاط النقابي والاجتماعي للطالبات. لم يكن لفرع الكويت مقر، فكانت كافتيريات الجامعة وجلسات الحشيش الأخضر في الأجواء الربيعية في منطقة مسرح جامعة الكويت بالخالدية وفي بقية الكليات، وحتى الممرات الملاصقة للمكتبات التي تسخر بها الجامعة، ما لا يقل عن مكتبات في كلية العلوم واثنتين في كلية التجارة بالعديلية وغيرها. أذكر ذلك للتاريخ عندما نقارن بوضعنا الحالي، مكتبات عامة تسكر الساعة 2:30 الظهر وما تجد إليك مكتبة تلود إليها في هذا الزمن، ما لا يقل. إضافة إلى الرحلات جميعها، شكلت جميعها المقرات التي تجمعنا لعقد اجتماعات الهيئة الإدارية واللجان الطلابية والمركز الحيوي لتبادل الأحاديث والمناقشات الفكرية والثقافية. يعني هني في هذه الصورة اجتماع إلى اللجنة شؤون الطلبة، تشوفون محمود حافظ لأنه كان رئيس موجود فيها، وهذه اللقاءات. لقد تبلور نشاط الطالبات وتطور من خلال مشاركتهن في عضوية مجالس الإدارة واللجان الطلابية وجميع أنشطة الاتحاد، من حفلات وندوات ودروس تقوية ونسج علاقات مع المؤسسات النقابية والاتحادات الطلابية وممارسة الأنشطة الرياضية، خصوصا في الدورات التي تقام في الأيام الرياضية، والعمل التطوعي في الجمعيات النسائية والأندية الصيفية. هذا طبعا كله أيام رياضية، وبتشوفون طبيعة الجو، اختلاط بنات وأولاد بشكل واضح. هاي الرحلات الخارجية الداخلية وهي الرحلات الخارجية، وكما تلاحظون عدد المشاركة بفعالية من قبل الطالبات في الفرع. قادت نخبة من الطالبات العمل النقابي، وساهمنا في كتابة البيانات الطلابية وعملية التمثيل لحضور المؤتمرات والإعداد للأنشطة الاجتماعية والثقافية وإلقاء المحاضرات، والمساهمة بفعالية لافتة وندية. هذه الندية كثير مهمة ترى، يعني كنا عشناها ومارسناها حقيقة، وندية مع الطلبة في المناقشات وقراءة الكتب وإدارة الحوارات في المنتديات والدورات الثقافية. طبعا هذه القعدات اللي تشوفونها في الصفوف في كلية العلوم، دورات تثقيفية كان يقيمها الاتحاد وكانت تتولى مسؤوليتها اللجنة الثقافية. إذا تشوفون الصورة الفوقية، الشهيدة نادية دعيبس فلسطينية، ودكتور باقر النجار، وبقية الزميلات والرفيقات. من خلال لجان الاتحاد شاركت الطالبات في إنجاز شؤون الطلبة الدارسين في الخارج، وبيع تذاكر الحفل السنوي، وتحصيل التبرعات، والتحرك في أوساط الطالبات الجدد في الداخل برغم القمع وتشويه سمعة الاتحاد. كما قمنا بمتابعة الطلبة المستجدين في إنجاز معاملاتهم وشؤونهم المعيشية والصحية والدراسية المتعلقة بعمليات التسجيل ودروس التقوية وغيرها. طبعا هذه اللي تشوفون الصور قدام حفلة الاتحاد، هذه أول سنة كنت فيها. اللي يحضر في الصورة أستاذ منصور مرهون، كان الملحق الثقافي، كانوا يحضرون
وكانوا جايين في أول صف ويحضرون إلى آخر الحفلة، و مثل ما أنتم شايفين القاعة مليانة. والصورة الفوقية هي لذكرى يوم الطالب البحريني، وثلة من الطالبات والطلبة الجدد هذه كانوا حتى أتذكر أغلبهم، وكان في احتفالية بالمناسبة. شاركت المرأة الشابة بوعي نسبي وحماس في المعارك النضالية الطلابية وبنفس مستوى حماس أخيها الشاب، كما مثلت الطلبة في المؤتمر العام للاتحاد الوطني لطلبة البحرين وعضوية الهيئة التنفيذية والهيئة الإدارية مثل ما ذكر أستاذ حميد، في فترة من أكثر الفترات حرجا للحركة الطلابية حيث الاعتقال والإبعاد والمنع من السفر. هذه في كلية العلوم، الصورة السوداء في كلية العلوم عندما بدأت مسألة المواجهة بيننا وبين السفارة، وأيضا هذه في إحدى الرحلات للتعبئة باتجاه الموقف الذي اتخذه الاتحاد الوطني لطلبة البحرين بأن لا نسلم جوازات سفرنا نتيجة القرار اللي اتخذ إلى السفارة، باعتبار أن احنا مواطنين لنا الحق بأننا نحتفظ بجوازاتنا ولنا كامل الأهلية، لا يكون أحد وصي علينا. هذه معركة يعني كانت كبيرة في ذاك العام، ومنه شكلت الطالبات خط دفاع رئيسي لوحدة الحركة الطلابية والمساهمة في صياغة برامجها وتنفيذه، كما لعبت دورا كبيرا في حركة المدافعة خصوصا أثناء المنع من السفر ووضع القيود واشتراط إيداع جوازات السفر في السفارات، وذلك من خلال صياغة العرائض والمذكرات والحضور اللافت في اللقاءات التفاوضية مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والسفارات وقيادة التظاهرات الطلابية في الداخل والخارج. ممكن زينب تتكلم إليكم عن هذه القيادة. وأثناء إضراب الطالبات في القاهرة عن الطعام في 16 أبريل 77 احتجاجاً على تجاهل السفارة لمطالبهن بشأن الظروف السيئة للسكن، وهذا ممكن الأخت نورة المرزوقة كقيادية أيضاً كانت في ذيك الفترة في القاهرة ممكن أن تتحدث فيها، وكذلك بعد رحيل فقيدة الحركة الطلابية فتحية رضي جراء الإهمال واللامبالاة. وعليه لابد من قراءة هذه المرحلة من النشاط النقابي التي أفرزت قيادات نوعية من الطالبات ضمن معطيات ظروف التجربة الذاتية والموضوعية، وتبين ما إذا كان بالفعل أنتجت تطورا شاملا في وعي المرأة وإدراكها لطبيعة الأدوار المستوجب أن تقوم بها في المجتمع. وإذا أخذنا فرع الكويت، أنا طبعا اسمحوا لي أتكلم من خلال النموذج والبيئة اللي أخذتها، ممكن هذا نفسه يتطبق على القاهرة، ممكن يتطبق على بغداد، على الأماكن الثانية. فرع الكويت، فرع الاتحاد بالكويت مثالا لتبين تلك المعطيات. هذه المعطيات أنا أتكلم عنها كنموذج في الكويت، وممكن أيضا تتعمم على الأماكن الثانية. المعطيات الذاتية، لاحظنا أو ممكن ملاحظة أنه في هناك انضمام مجموعة من الطالبات النشيطات ذوات خلفية نقابية سابقة في النشاط الطلابي، وممن تميزنا بالجرأة والاستعداد لتقديم التضحيات. تمتعنا بروح تمرد عالية وبما تتميز به المرحلة الشبابية من حيوية وانطلاق. وأريد أن أضيف كلمة هني نسيتها، ومسؤولية. كلمة مسؤولية والتزام كثير مهم أنه يعني تسجيلها كملاحظة على هذا النمط من أو هاي النموذج من الفتيات، وكان لهذا تأثير سلبي أيضا من جانب آخر، تمثل في استعداد البعض للذهاب مع بعض الاتجاهات أو مع بعض اتجاهات التيارات السياسية بعيدا ودون اقتناع أحيانا. جيل من الشابات تمتعنا نسبيا بحب الاطلاع والمعرفة والاهتمام بالقضايا الوطنية والسياسية والمعرفية، تميزنا بروح المحاججة وطرح الأسئلة الجريئة بما امتلكنا من مهارات قيادية وبقدرة على تحليل الواقع الطلابي في سياق الحراك العام، الحراك الوطني العام. اتسمنا بالحيوية والانفتاح الاجتماعي وتحدي الممنوعات وحبهن لسماع الأغاني وارتياد دور السينما والمشاركة بفعالية في حفلات الاتحاد والجامعة والسفر في الرحلات الخارجية. هذا على مستوى المعطيات الذاتية. على مستوى المعطيات الموضوعية، ونقصد فيها البيئة السياسية والبيئة المحيطة، في هناك كثافة في أعداد الطالبات بالقاهرة والكويت مقارنة بأعداد الطلاب خصوصا بالكويت، مما أعطى زخما لمشاركتهن في النشاط النقابي، إضافة للمعطيات الذاتية السابقة التي أشرنا إليها. فارتفاع العدد
قلب الموازين لصالحنا، خصوصا أثناء الأزمات والضربات الموجعة التي تعرضت لها الحركة الطلابية. ضرب الحركة السياسية والنقابية ومحاربة الاتحاد باعتقال قياداته وإبعادهم عن أماكن النشاط الطلابي ومنع بعضهم من السفر لاستكمال الدراسة، وتعرض الكثيرين من ومنهم طالبات أيضا للاستدعاء والتحقيق المستمر، والتضييق على الأنشطة الصيفية ومحاصرة كافة الفعاليات والأنشطة ورفض السماح بإقامتها ومنها الحفل السنوي، الأمر الذي ولد فراغا نقابيا لابد من ملئه، فكانت الطالبات بالمرصاد للقيام بهذا الدور والمهمة الصعبة. ثلاثة، في ديك الفترة طبعا تأسست الأندية الطلابية في الخارج كبدائل مزيفة لنشاط الاتحاد وخلق ازدواجية في تمثيل الحركة الطلابية ومصالح الطلبة الحقيقية والتشهير بالاتحاد ونشر ثقافة الولاء والخوف من تبني القضايا الوطنية، وكل ذلك تزامن مع قرار المنع من السفر وحظر نشاط الاتحاد وإصدار قرار التصاريح والقوانين التعسفية اللي هو قانون تعديل الجوازات. برزت وجهات نظر في الحركة السياسية والطلابية فيما يتعلق بطبيعة نشاط الطالبات. هذه النقطة يمكن اللي ذكرها أستاذ حميد، يعني امتداد حق الفترة اللي هو لما جو من بيروت، لأنه هو جاء في نفس السنة هذه اللي أنا قاعدة أتحدث عنها، صار في حركة نقاش في الأطر الضيقة والمحصورة أحيانا، فكان في هناك توجه الجميع عند، أنا أتصور عند كل الحركات السياسية اللي كانت تشتغل في هذه الأجواء، فكان في توجه الجميع على ما يبدو نحو العمل السياسي وعدم الاكتفاء بنشاط الطالبات نقابيا، وبالتالي الاستفادة من طاقاتهن المتدفقة وتأهيلهن فكريا وسياسيا كي يلعبن أدوارا سياسية أكثر منها نقابية، وعليه القيام بإعداد قيادات نقابية وسياسية. صار في التوجه القيام بإعداد قيادات نقابية وسياسية نسائية من خلال ابتعاث الطالبات الناشطات إلى دورات تدريبية وتثقيفية تتخلى لها قراءة فكرية ومعرفية مكثفة ومناقشات عميقة، يعني مو بس الأولاد اللي كانوا ينظرون ويقرون، النساء أيضا على نفس المستوى. من نتائجها تعزز وضع الحركة النسائية داخل التنظيمات السياسية نفسها، حتى أن العنصر النسائي كان مرشحاً كي يشغل منصب عضو في اللجنة المركزية في بعضها، في بعض الحركات السياسية. بالتأكيد الحركة السياسية كان لها دوراً وتأثيراً جوهري على الحركة الطلابية، خصوصاً مع بروزها وتصاعد نشاطها في سياق موجات التطور والمتغيرات السياسية التي مرت بها مجتمعاتنا المحلية والتي فرضت الحاجة إلى العمل النقابي والسياسي. ولهذا يمكن ملاحظة أن أغلب القيادات السياسية في الفروع كانت قيادات طلابية في نفس الوقت، وهذه ليست بدعة بحرينية، ليست بدعة بحرينية بقدر ما كانت سائدة في أوساط جميع الحركات السياسية العربية والعالمية، بدليل تفوق النظرة للعمل النقابي مقارنة بالعمل الخير التطوعي آنذاك. أما الآن فقد تغيرت المفاهيم مع تغير نظرة الأجيال الحالية التي تنحو باتجاه العمل الخيري وتلبية حاجات الأفراد المختلفة في المجتمع. طبعا أنا ما أريد أدخل هنا في التفاصيل، بحاول أختصر. تنامي أيضا الفكر النسوي التحرري والقراءات اللي كانت تدور حول قضية تحرر المرأة، مساواتها مع الرجل، بدأت تبرز عندنا أسماء إلكسندر كولنتار، روزا لوكسمبرغ، كروبسكايا. أنا طبعا كنت يعني بالنسبة لي هاي الأسماء يعني واو، أطروحات قاسم أمين، كتابات نوال السعداوي، تمثل تجربة ليلى خالد في الجبهة الشعبية، المرأة في ثورة الظفار إلى آخره. كل هذا وما كانت تفرز البيئة كان ينعكس أيضا على حراك الطالبات في هذه الأجواء. دارت هناك نقاشات وأقاويل مستفيضة أيضا حول الاختلاف بين جيلين من الشباب. قيل بأنه هناك جيل يقرأ وينظر، يعني جايين مجموعة من الشابات يقرون وينظرون، بس في هناك أيضا جيل يشتغل يكرف يعني للعمل، وإنه في فرق بين هذا الوضع وذا الوضع. أنا بالنسبة لي شخصيا وجهة نظري المسألة لم تكن بهذه البساطة، بقدر ما أنه إحنا أمام معطافة جديدة، أمام رؤية جديدة، وأمام جريان دماء جديدة في الحركة الطلابية. خدينا الساعة أوكي نفوت. ثالثاً،
وهذا ما بدخل في تفاصيله، المواجهات وقوائم المنع من السفر. طبعا كلكم تعرفون أساليب ضرب الحركة الطلابية بإصدار قوائم المنع من السفر في هذه السنوات اللي هي سنة 97، أول طبعا قائمة ممنوعين من السفر وشملتها بعض الأسماء الموجودة عندنا هنا، نورة، ما بعرف، محمود طبعا على ما أعتقد، إلى آخره، ممكن أنهم يتحدثون أثناء النقاش. كان في تأليب يعني في هذه الفترة كثير على الأهالي من قبل الوزارة إلى الطلبة. هذه الأعوام كانت هي من أقسى الأعوام على الحركة الطلابية. هذا بس إحصاء إذا يعطيكم بشكل سريع بالنسبة حق العدد اللي كان محصور في هناك، يعني يقال إنه العدد كان أكثر من 124، فكان في الكويت 7 طالبات. يعني أنا بالنسبة لي تهمني النسب، نسبة 36% مقارنة النساء للرجال، هذه النسب الموجودة. تلاحظون مصر أكبر عدد فيها، يعني نسبة كبيرة 40 إلى 60 الممنوعات إلى الممنوعين، فلأن بعد في كثافة طلابية هناك. بغداد العراق، جامعات العراقية، رويش، مش كثر كان في، والمنع يصير حق كل الاتجاهات الوطنية مش فقط حق الاتجاه واحد. هذا ممكن الرجوع إليها. أنا هذا اللي لن تعطيني فرصة، بس هذه آخر الشهادات اللي هي رابعاً قيادة الطالبات للنشاط النقابي. القيادة هذه الأجواء اللي كانت موجودة هجمة شرسة وقام على الاتحاد الوطني لطلبة البحرين، تمثل في إبعاد الصف القيادي الأول والثاني وحملة اعتقالات وتأسيس الأندية مثل ما ذكرنا. فكانت الحوارات تدور حول مسألة التصدي لذلك في الوقت الذي كانت فيه غالبية فرع الكويت من الطالبات مثلاً. لاحظنا أن في هناك توافر مواصفات قيادية مثل ما ذكرت لبعض الطالبات تتناسب وطبيعة المرحلة، وهي مقبولة كما في تجربة الأخت بدرية القاسمي. أنا بالنسبة لي هاي نموذج القيادي النقابي اللي كان موجود في الفترة اللي أنا عشت فيها، وهي أول رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة البحرين فرع الكويت، التي تميزت بحضورها ونشاطها وتمتعها بعلاقات واسعة مع الطالبات البحرينيات ومن الجنسيات الأخرى ومشرفات السكن، وبتجربة وخبرة نشاط طلابي متراكمة تؤهلها باقتدار لتصدر قمرة القيادة. تذكر في مقابلة لي معها مؤخراً، كانت عندي تجربة تراكمية تميزت بوعي شخصي وحب للعمل التطوعي الاجتماعي الذي ساهمت من خلاله مع غيري في إحداث تطور ونقلات نوعية في العمل الطلابي، وأعتقد أنها صادقة ومحقة في ذلك. لقد احتضنتني، أنا كثير عجبني هذا تعبيرها، لقد احتضنتني التجربة وأنا بدوري احتضنتها. التماهي مع العمل طبعا من الوجوه اللي ما أنساها ولا أذكرها، وتسمح لي لو نسيت اسمها، أخت نوال مدرسة يعني تتلمذنا أيضا على إيدها في العمل أثناء تجربتنا في الاتحاد. تجربة بدرية القاسمي في القيادة كنموذج لتجارب غيرها من العناصر النسائية وتميزها في العمل الاجتماعي بدأ منذ فترة الروابط الطلابية وبداية تأسيس الاتحاد، ومن خلال مشاركتها في أغلب الأنشطة، ومما ساعدها في ذلك تأثير البيئة وطبيعتها المتسامحة والمرنة التي تفسح مجالاً للاختلاط. تقول: لم يكن اهتمامي سياسياً بالدرجة الأولى، إنما كان منصباً على العمل الاجتماعي والنشاط الطلابي، وكان السبب الرئيس لبروز دوري بين الطالبات والطلاب وبمواصفات قيادية. كما أفادتني كثيراً عدم الحدية والتعامل بمرونة ودون تمييز مع جميع الأطراف والاتحادات. مثلت فرع الكويت في مؤتمر بغداد في ذلك الفترة، كما مثلت غيري من الطالبات فروع الاتحاد الأخرى كبغداد والقاهرة. شاركت في التدريس ببرامج الإعادة وفي تسجيل الطالبات، وساهمت في حفلات الاتحاد والرحلات الخارجية وغيرها. وعليه فتبوئي، هي تتحدث، فتبوئي منصب رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة البحرين فرع الكويت لم يأتي فجأة، إنما كان تدريجا وتطورا لنشاطي كعضوة إدارية في الفرع، حيث ترأست اللجنة الاجتماعية مرة واللجنة الرياضية مع المرحومة فضيلة العلوي الله يرحمها. طبعا هاي صورتي وياها، بس دمبوخة أنا وشمتني.
الأكل. هاي آخر صفحتين يعني قريب بنخلص. وتستطرد بدرية في تسجيل شهادتها. هناك ثقة من الأهل والمجتمع لطبيعة النشاط الطلابي آنذاك، وقد لعبت العلاقات الواسعة وتوفر السمات القيادية عند بعض الطالبات دورا كبيرا في تحملهن أعباء النشاط الطلابي، وقدمنا التضحيات خصوصا مع المنع من السفر، فقد تميز بروزهن في تسيير أمور الفرع أثناء عملية إبعاد واعتقال القيادات الطلابية. وتضيف: لم أشعر بأي غيرة أو حسد أو عدم تعاون وتقبل لي كرئيسة لمجلس الإدارة من قبل زملائي وزميلاتي، بل بالعكس لمست التشجيع والتعاون والتشاور مع البعض حول ما يستجد من قضايا حساسة. لقد أفادتني كثيرا علاقاتي مع مشرفات السكن، واستطعنا كقيادات نسائية، هذه ما حد ممكن كان يسجلها كشهادة إلا إن كنا إحنا بنسجلها، وكان إليها دور كلش كبير خصوصا في جو الكويت، الجو الكاتم، لما كنا عند علاقات مع مشرفات السكن ما كنا نقدر نطلع ولا نسوي أنشطة ولا كنا نقدر نسوي شيء. فبناء هاي النمط من العلاقات كثير مهم. بس يعني يسمحون لي الشباب ما ممكن كانوا يتنبهون إلى هاي النوع من العلاقات إلا ممكن خلال علاقاتنا مع المشرفات في الكافتيريا. فلازم نسجل شهاداتنا يعني إحنا يا بنات، وتجاوز تلك أحيانا حتى مع بعض المشرفات والملحقية الثقافية بالسفارة. لقد كان ملاحظا أن عدد الطالبات أكثر من الطلاب في فترة قيادتي للفرع، وتميز نشاطهن وحماسهن للعمل الاجتماعي والنقابي أكثر مقارنة بنشاط الشباب الذي تركز على الجانب السياسي والقراءة والتنظير، والجميع كان يشارك بهمة ونشاط في اللجان الطلابية. استطعت نسج علاقات واسعة مع الاتحادات الطلابية بالجامعة، خصوصا مع الاتحاد الوطني طلبة الكويت والتلفزيون الكويت وإلى آخره من جهات. هذه هني تنتهي شهادة بدرية. شهادتي في نقطتين: أما تجربتي الشخصية كرئيسة للاتحاد، جئت طبعا بعد فترة الأخت بدرية عام 79، حدثت في سياق موجات الهجمة الشرسة وتداعياتها ومتغيرات الظروف السياسية وترسيخ وضع الأندية الطلابية بالخارج وصدور قوائم جديدة للمنع من السفر. كنت مع أخريات ومن ضمنها اللي هي ضمن القوائم الممنوعات الممنوعين، واستمرت حتى مع تغليظ العقوبة لمدة 5 سنوات بعد التخرج. كنت كما بدرية القاسمي كما غيرنا أمتلك مواصفات قيادية، ولكن بشكل مختلف ووعي سياسي تتطلبه طبيعة تلك المرحلة لقيادة العمل الطلابي، حيث برزت المواجهة في محاولة منع إقامة حفلنا السنوي بالكويت. هذه الصورة اللي تشوفونها قدامكم هذه تاريخية، والتصدي لقرار إيداع جواز سفر الطلاب لدى الملحقية الثقافية بالسفارة، فتصدرنا الحركة الاحتجاجية بالاعتصام في السفارة، وقبلها اللقاء مع المسؤولين التربية اللي زارونا مرة من المرات للتراجع عن القرار، قرارهم هم يعني. كان دوري مكملا لما لعبته القيادة السابقة، وبخلفية تراكمية تدرجت فيها الخبرة من خلال عضوية اللجان أيضا الطلابية والعمل الصيفي حتى سنة التخرج. على فكرة قبل لا أنسى، هذه الشنطة اللي تشوفون حاملتها دائما اللي يدخلون كانوا لجنة شؤون الطلبة عندهم إياها، وعليها شعار الاتحاد الوطني والبريد كانوا اللي يدخلون إدارة، فكان كل واحد عقب يوم ثاني ما تصير انتخابات الهيئة الإدارية كل واحد يأخذ هذه الشنطة ويتبطأها ويطبعون عدد الحضيض اللي منحصلها. فيعني أنا هاي بالنسبة لي شنطة تاريخية يعني. لا الحين عندك؟ لا سلمتها للجامعة. هاي آخر شيء، آخر سلايد آخر سلايد، خلاصة التجربة القيادية. أنا أتكلم هنا عن فقط خلاصة التجربة القيادية في هذا النموذج. ممكن يجون قياديات أخريات يتحدثون عن نموذج قيادتهم، ممكن أن احنا نضيفه إلى هذا الجانب. هذه النماذج من القيادات النسائية وغيرهن في مسيرة الاتحاد الوطني لطلبة البحرين أثبتنا في تاريخ الحركة الطلابية أن تبوؤهن منصب رئيسة مجلس إدارة أو عضوية التمثيل في المؤتمر العام للاتحاد لم يكن امتيازاً أو منحة أو مكرمة أو مجاملة أو محابة من هذا أو ذاك، إنما كان عنواناً للتضحية الحقيقية وروح البذل والعطاء من عناصر بعضها يفترض ألا يكون لها وضعاً في صدارة المواجهة وهي في سنوات التخرج
أو لا يزال عودها طرياً في بداية أو منتصف الطريق لمراكمة المعرفة والخبرة. ومع ذلك وبتحدٍ مع الذات والآخر، قبلنا المجازفة وقيادة مجلس الإدارة وتمثيل الطلبة في المؤتمرات وتقديم التضحيات والإيثار في ظروف القمع، فالنتائج كانت واضحة ومعروفة. أقلها المنع من السفر وتصدر القوائم السوداء التي امتدت بعد سنوات التخرج والتضييق عليهن للحصول في الحصول على العمل، على فرص العمل والترقي، لا سيما في القطاع العام. طبعا احنا كلناها هوا 5 سنوات منع من السفر انا ويا نادي المسقطي، ومنع من العمل في القطاع العام ممكن بعد غيرنا يعني من النساء، واستكمال الدراسات العليا وربما حتى هذه اللحظة. تعرضت القيادات النسائية وغيرهن من الطالبات لتحديات المجتمع الذكوري وللضغوطات، وبرغم ذلك وبقناعة راسخة ويقين ثابت ومعرفة بمتطلبات مرحلة النضال الوطني، باشرنا قيادة دفة المركز. كانت مرحلة حساسة ساد فيها الاعتقال والتحقيق والإبعاد والمنع من السفر والعمل وتأليب الأهل والمجتمع إلى آخره. ولولا قيادة العنصر النسائي في جميع فروع الاتحاد ونشاطهن الدؤوب في اللجان الطلابية لكان الوضع آنذاك أكثر سوءا. وشكرا لكم على حسن إصغائكم وأسف على التطويل.
في مصر يتمتع بهالسنوات اللي مختلفة طبعا عن الوقت الحالي، يتمتع في السينما، يتمتع في المسرح، يتمتع في الفكر المباح اللي ممكن نهوينها، ويصير في نوع من النقاشات الراقية. لا، لم يكن هذا النقاط اللي احنا ركزنا عليها. سالت فكرة التعالي عن المعتقدات، طالب صغير توه وقالوا له ان انت الحين باللفظة الحالية، خلينا نقول تقدمه بذيك اللحظة، يعني لا انت الحين مركزي، انت الحين شيوعي، شاف انه خلاص ضرب بالحائط كل المعتقدات وتعالى على الناس، ويسبب هذه كثير من الازمات للناس. ما كنا نفتكر، كنا احنا مسروقين من بحكم سنة وبحكم ان اللي قبلنا ما يركدنا، قال ان ترى شوي شوي ترى هذا ما يجب ان يكون. الاقصاء الراي الاخر، كان الواحد اهم شيء يقول رايه، والاخر نختلف وياه ما يسمعه، كنا احنا فقط لنا لسان واحد وما لنا اذنين نسمع روحنا فقط من غير ما نسمع راي الاخر، فساد نوع من الاقصاء، اقصاء الاخر والصراع. ما كنا نعرف تاريخ البحرين، كنا نعرف تاريخ روسيا القيصريه. اذا واحد وقف قال لينين كانه قاعد وياه في حجره، يا تكون عطس، ترى ما عطس في ذاك الاجتماع، في ذاك الاجتماع. لهالدرجه احنا كنا متصورين ان احنا فاهمين تاريخ روسيا القيصريه بالكامل، بمقابل ان احنا نجهل تاريخنا البحرين. هذا على الاقل انا بحكي عن تجربتي، انا ما ادري بتجربه الاخرين، ربما يختلف معاي ومن حقه. انا اقول بالاخير اهم شيء الطالبات اللي وياك منهم، المناضلات النسائيات اللي كانوا في ذيك الفتره منها. يعني هذا موضوع الندوه، مناضلات كثيرات يعني، بس الواحد التجربه لازم ما يختزلها. يعني الموجودين تعرضوا في كثير من يعني وزير السلي كانت لها دور، حنان الجشي اساسا كان لها دور، وكانت هادية وأمورة، وكانت يعني تتحدث بلغة جميلة جدا. طبعا كانت بالنسبة لنا هاي لغة جافة، لأن نبي اللي غني على ليلى مو بليلى هو. يعني في كثير من المناضلات يعني اللي يعيشون معاهم، لكن أنا أقول التجربة بشكل عام علشان أيامها لازم نشوف اللون الأسود حتى ندرك اللون الأبيض. إذا بس كنا نبي نطلع لون أبيض وصلت الفكرة عموما. بس أنا يتخيل لي يعني شباب رايحين عمرهم 16-17 سنة، من الطبيعي أن يكون بعدين الحركة الطلابية هي انعكاس للوضع السياسي بشكل عام في البحرين بين الحركات السياسية، والحركات السياسية طالعة من منعطف جديد، يعني من الخليج لتحرير عمان إلى الخليج العربي إلى طبيعي انعكس. ما أعتقد أن يعني نقد الطلاب بهذه الطريقة بيكون بشكل يعني صحيح نسبيا كامل. يعني الأخت ابتسام جديدة. وفقط أنا كنت أتمنى ما نحن نتكلم عن تجربة المركز الاتحاد طلبة البحرين، أن يكون هناك تنوع في الطرح، يعني الزميلين تتكلموا يعني طبعا باتجاه معين، ونحن نعرف أن الاتحاد الوطني طبعا يشمل كل القوى السياسية العاملة في جهة الواقع. يمكن لو كان في دعوات للأطراف الأخرى كان فيها من أكثر يعني، ويمكن ما يجون بعد، يعني في ناس يمكن ما يجون، لو من صالحة عيسان ودعيمنا يمكن ما يجي، بس على أساس أن الموجودات كلهم من جمعية النهضة، وأنا أقترح على جمعية النهضة أن هي تسوي نوع هاي الحلقة الحوارية للسيدات اللي
يعني اشتغلوا في الاتحاد النسائي في ذاك الفترة لتعديل شعاراتهم تجربتهم الشخصية. قد تكون كجمعية نسائية ممكن أن الواحد يزورها أكثر من بعضهم السياسي. الأخ حميد قنجي تفضل. طبعا الموضوع مو ما خير من الحركة الطلابية بشكل عام. الموضوع هو دور المرأة ودور المرأة العلمانية في البحرين. هذا الدور مشهود داخليا. وللأسف هذا الدور كان انكمش بالفترة الداخلية الحالية، وهذا تراجع داخلي يعني ما يتم إلى الأبد. سترجع المرأة البحرينية العلمانية والتقدمية والقومية واليسارية سبيل من سبيل من جديد. يعني يمكن نحن في أحوال ما نلحق في الظاهرة، لكن أحيانًا يرأسوا في الحقول يعني. ودورة التاريخ لا تقف في الواقع اللي احنا له الفرق اللي احنا تقنية المجرد. بس انا يعني تراب عبدالله بكثير بالصحة صراحة. والشيء اللي هو ما قاله يمكن انا حبيت اقول من خلال تجربتي في احد الزوايا المعتمة من الاتحاد الوطني بشكل عام، ان الجسد الطلابي كان جسداً مسيساً بشكل فظيع، وهذا ضرر. يعني ممكن أتجرأ وأقول لو كان الحكم أو النظام أو الحكومة التي ضربت الحركة الوطنية بعد حل البرلمان في 23 أغسطس 76 اليوم 23 بعد 75 سوري، يمكن لو كانت الحركة الطلابية فيه نوع من الاستقلالية إلى حد ما ممكن الوجود كان مسألة الالتيرناتيف ومسألة الأنكي والآخر، بس الخوف كان كبير لأن الحركة الطلابية بالفعل كانت رافضا كبيرا للسياسيين الذين سينضمون لاحقا الى الاحزاب الوطنيه. وكما قالت الاختنا الكثير من المناضلات اصبحوا قياديات واصبحوا قريبين ان يكونون اعضاء لجنه مركزيه، مع ان انا اعضاء لجنه مركزيه رجال ما اعرف ما ادري النساء من ما ادري ما ادري. يعني هذه ملاحظه عامه وقلت اقول انا يعني اللي شايف اني انا كنت مؤسس فرعيه للجسرات الوحده يمكن ما اسمع عنها يعني. وقصه مؤلمه وقويه في نظام اخر بس تكلمت فيها. شكرا لك. في احد يحب يضيف شيء؟ محسن احمد اخر واحد خلاص.
صراحة تحية لهم لأنهم بالأمانة يعني لم تكن العاصفة بسيطة. ف يعني هذا بالأمانة يعني تكون صريحين إن الناس اللي كان الجو غارق في الجزيرة الصغيرة المشاعر الصغير أي واحد من الجنسيات اللي أخذت كنا نتكلم عن سواء كان في المجتمع أو كحلا بأخرى كان يعتقد أن شعب البحرين يعني كم في 4-5-6 ملايين يقولوا ما أقول هاي البحرينيين الدوام ما طول شيء نشاط مو معقول هو يعتقد فصراحة تحية إليكم يوم المرة وهذه أنا متفائل جدا مشكور شكرا شكرا للحضور جميعا صراحة تعبونا الحوارات بس نتمنى بس عفوا انا ملاحظه بسيطه يعني نتمنى ان كل الفروع اللي وجدت على يوم اتحاد الطلبه مجلس الاداره كلها كنت توثق لان لحد الان يعني انا لحد يعني صراحه ما اتذكر اعضاء مجلس الاداره اللي عندنا في القاهره الا 8 اشخاص من المفروض 9 وما اتذكر التاسع من فرجعت انا استعين بالاصدقاء كلهم ما تذكرون يعني كل مره صار عندهم نوع الميح فهذه المفروض احنا نوثقها صراحه اتمنى ذلك يعني هاي اللي بنوثقها ونوثق الحفلات ولما ما دخلوا لنا السكن وقعدنا برا قطعوا لنا البرانس من فوق وكان ما نقدر نحضر اي محاضره يانا كان اتذكر وعبد ابو خالد وكان ما قدرنا نحضر الندوه في الليل تحايلنا على الموضوع وديت انا خالد البسام انه هذه ولد خالتي عشان اعطوني تصريح فيعني في وايد امور كنا نناظر من اجلها فيعني وايد مهم هذه تتوثق انا اعتقد ان التوثيق طبعا صحيح جمعين الناس كلها على عبر السنوات ولكن كل واحد عنده تجربه يكتب مقال فيها ونزله واعتقد انه يعني موقع بعد بينزل كل المقالات اللي اي واحد خاطره يكتب تجربته وهاي المقالات اعتقد لما تجمع كلها كل واحد بشكل كتاب كامل للتجربة ولكن ما تقدر يجيب انه كل واحد يقول لي تعال وثق يعني صعب جدا عموما شكرا لحضوركم جميعا كانت تجربة جميلة شكرا للمحاضرة دكتور عبد الحميد الحميد